وخلال لقاء خاص قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ إن التأمين الصحي الشامل أحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة لإعادة بناء الإنسان، وأكدوا على أن هناك اهتماما كبيرا من جهات الدولة كافة لإنجاحه. موضوع مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع ضخم جدا، مكلف مليارات، فترة زمنية طويلة في التنفيذ، فالحقيقة كان موضوع مهم، لأن كنا محتاجين نعرف حاجات كتير. احنا خلصنا المحافظات بتاعت منخفضة السكان وبدأنا في متوسطة السكان، كنا عايزين نعرف المعدلات الزمنية، مدى رضاء المواطنين على الخدمة في المرحلة الأولى، طيب المرحلة الثانية هتخلص في وقت قد إيه، طب إيه مستهدفاتها، هل في تحديات خاصة مثلا باختلاف سعر الصرف عن ما بدأ المشروع ودلوقتي، هل في مثلا طرق بتتعمل عشان نسرع من تنفيذ المشروع الضخم ده ولا لا. فيعني كان الحقيقة نقاشات سرية، وكان في عدد كبير من أفراد الحكومة متواجدين. يعني نظام إلزامي اجتماعي صحي بيغطي كل المصريين، وده يعني بصراحة يا جماعة ده موضوع هينقل الرعاية الصحية في مصر إلى مصاف الدول المتقدمة جدا. بالعكس في بلاد متقدمة ما قدرتش تطبقه لغاية دلوقتي، في بلاد عربية جنبنا أوكلت الموضوع لشركات تأمين، لكن إحنا الدولة تحملته بالكامل من بنية أساسية وقسمته على حاليا ثلاث مراحل. المشروع ده كان تحدي لكل الحكومات من فترة طويلة، لكن كانت الدولة متمثلة في القيادة السياسية حريصة على تنفيذه ووجهت كل إمكانيات الدولة لنجاحه. النهاردة في مجلس الشيوخ في الجلسة العامة ناقشنا التأمين الصحي الشامل، العيوب ومميزات التطبيق، لأن احنا القانون رقم 2 سنة 2018 اتنفذ بالفعل في 6 محافظات حتى الآن، فبنناقش ايه المعوقات التطبيق في المحافظات دي، وناقشنا الحكومة في سبل علاج المعوقات دي. منظومة التأمين الصحي الشامل هي أحد المكتسبات اللي تمت خلال الحقبة الماضية، وموضوع بيهم طبعا كل المصريين وبيمس رأس المال البشري، ويعني حريصة جدا القيادة السياسية على مسألة الحصول على رضا المواطنين عن تقديم الخدمة الصحية. الحقيقة الطلب ناقش يعني جوانب مختلفة ممكن ان احنا نتكلم عنها تحت عناوين محددة جدا، زي موضوع الاستدامة المالية، عايزين نتأكد من وجود حيز مالي كافي في الموازنة العامة للدولة لتمويل المتطلبات هذه المنظومة، مشاركة القطاع الخاص في التمويل وفي سداد الاشتراكات، ويكون في حوافز للقطاع الخاص للمشاركة، وليس فقط القطاع الخاص ولكن طبعا كمان المجتمع المدني.